سلام عليكم. عين شيخي حياكم للشيخ معي، المشرفاوي رامي عيسى معاك. أتشرف بأستاذي ومعلمي وشيخي رامي عيسى حبيبي. ما شاء الله، والله يا شيخ المشرفاوي مش مصدق، انت اول مره كنت بتشتمني بأمي وشويه تكفر أقول له وشويه كفرتني وشويه عايز تغزو مكه والمدينه، ودلوقتي بتقول لي شيخي وحبيبي، مش عارف والله. أقول لك شيخ رامي، نعم. يقولون احنا عندنا في العراق، يقولون في العراق وحتى عندكم في مصر، يقولون ما العدو يصير وياي جاي اسمعني، اسمعك، يقولون شوف الله محبة بعد عداوة. محبة بعد عداوة، فعلا. الله المستعان. طيب شيخ ما شافوه، والله احببت اسال حضرتك سؤال لو تقبل مني. انا في خدمتك حبيبي. من يصحح لنا اختلافاتنا الدينية تصحيح رباني الآن؟ المدرسة التفكيكية بتطعن في المدرسة الشيرازية، المدرسة الشيرازية شورى الفقهاء بتطعن في مدرسة ولاية الفقيه لي عليها خامنئي. مين يصحح هذه الاختلافات الشيعية تصحيح رباني الآن؟ والله ما جاي افهم سؤالك، أنا عارف صوتك يعني طب بي أنا ما عيارات تعيد لي بعد اوضح واسهل. حاضر حاضر. الآن يوجد اختلافات أيوة. في المدارس الشيعية والمدارس الاصوليه بالاخص، انا مش هتكلم عن المدرسه الاخباريه الان، وانت عارف عبد الحليم الغزي، ومش هتكلم عنه علشان ما تقولش ان بيتعب، انا بتكلم في المعاصرين. اتكلم الان عن المدرسه الاصوليه، الصرخي بيكفر السيستاني، الشيرازي بيطعن في خامنئي، شورى الفقهاء تطعن في ولايه الفقيه، المدرسه التفكيكيه لا يعجبها مدرسه محمد فضل الله. الاختلافات الشيعيه الان الدينيه، من الذي يصحح هذه الاختلافات تصحيح رباني الان؟ من اللي صححها؟ ها هسه خل اكون بخدمتك، اكو انت عرضت علي سؤال، قل لي شيخنا عندكم بالمذهب التشيع، لا الواير ما الكهرباء، بالمذهب التشيع عندكم واحد جاي يفسق بالاخر، واحد يسقط الثاني، مو هكذا؟ لا او مثلا واحد يختلف عن الاخر. ايوه صحيح، نعم حلو، واحد يختلف عن الاخر، نعم تقول مثلا شيخ فضل حسن فضل الله يختلف عن الشيرازي، المدرسي يختلف عن الشيرازي، الشيرازي يختلف عن السيستاني، الصدر يختلف عن بعض، مو هكذا تقول؟ فائدة الإمام المهدي إيه في الوقت ده؟ ليه لا يصحح لكم؟ تفضل. خلي أكون بخدمة. تفضل. إحنا الاثنى عشرية علمانا عن النبي صلوات الله عليه، خل أوصل لك فكرة، أنت تسجل نعم وراح تنزل أكيد. نعم. مو هاي بعد نقطة، ليش؟ حتى شنو انا هم اطلع مصادري وانت حتى ليش؟ لان العالم يا شيخي العالم تطلع علينا، هم يقول لك هذا الشيخ. لا احنا المفروض احنا نحط ايدينا في ايد بعض ضد اليهود وضد، وانت فاهم الكلام اللي بالعكس انا كلام البطيخ اللي بنسمعه دوت وين يعني. شيخي العزيز شيخ رامي العزيز. نعم بس انا عايز حضرتك شيخ الخطيب، يعني لو الخطيب المشرفاوي لو تجيبنا على السؤال الان، ان دلوقتي زي ما انت ترى الان، يعني من الذي يصحح هذه الاختلافات الشيعيه؟ ما فائده الامام المعصوم اللي سابكم تكفروا بعض وتلعنوا بعض؟ شوف جاي احنا في نظرنا الاثنى عشريه الشيعه، وانا اكره ان اقول انا شيعي وانت سني وذاك صابئي وهذا، انا هاي اكره احب ما احب. صح. احنا الاسلام صبيعي. المسلمين الاخوه المؤمنين الانسان، هاي شويه احلى واجمل، هاي تجمعنا، هاي تجمع الاخوه وتجمع اللحمه بينه وبين الاديان جميعا. لحمه ايه بس يا شيخ، ده انت كنت بتكفرني اقسم بالله انا هتجنن. واعلم اني الشيخ الخطيب من العراق ساسحق رؤوسكم وال سعود والوهابية النجسة تحت أقدام المجاهدين والحشد الشعب المقدس. اسمع يا نجس، مين اللي بيكبر جنبك؟ هسمع مش هرد عليك النساء. وعلى أبا بكر وعثمان وعمر ويزيد ومعاوية، إثنكم أنجاس ونطلبكم بدمي وضلع الزهراء، وسندخل إلى عقر داركم ونسحق رؤوسكم بالقنادق طيب بعون الله تعالى طيب. وباجتهاد المجاهدين الحشد الشعب المقدس العراقي إن شاء الله. تفضل سرجن. طيب جميل، لماذا بدأت الحوار بالسب واللعن؟ انا استطيع ان انا ارد عليك لكن انا لن ارد عليك بالسب. جيد. لا 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 اسمع بقى سؤالي، ما تحاولش ان انت هتعمل مصدومية دلوقتي. سؤالي لك، انت تقول نحن نطالبكم بدم فاطمة،
على اساس ان احنا من قتلنا فاطمه انتم تزعمون سيدنا عمر هو الذي قتل فاطمه. طب مش الله يقول ولا تزر وازره وزر اخرى؟ كيف ان انت تطالب بدم حد محمد المصطفى صلوات الله تعالى عليه؟ طيب ولا تزر وازره وزر اخرى، كيف تطلبون بدمنا ولماذا تريدون قتلنا يا المشرفاوي؟ جيد جيد، سؤال لطيف، لانك سؤالك لطيف بس انت وسخ. اسمع، طب اول شيء نطالبكم بدم فاطمه، بدم فاطمة، إنكم أحفاد عمر وأبا بكر وعثمان ويزيد ومعاوية، عليكم وعليهم النعم. بدون لعن بدون لعن بدون لعن، بس أنا سايبك على راحتك. طب جميل، إيه رأيك نتناظر أنا وأنت الآن في قضية كسر الضلع، وسأثبت لك أن فاطمة لم يكسر ضلعها من كتب بحول أنا طبعا. طب لم أتشرف أن أتحاور معك، طب لأنك نجس وأنا صائم وأنا صائم، فوجب علي أن أعيد وضوئي حتى أتحدث معك. اسمع يعني الآن ليس حوار بيني وبينك، الله نحن بيننا وبينكم السيف والدماء. أنت تريد ليلة البارحة أنجاسكم وكلابكم يا شيخ، أنت تريد السيف والدماء بيننا وبينكم؟ يعني أنت تريد بذلك المشرفاوي تقتل المسلمين؟ أنت تتقرب إلى الله تبارك وتعالى، يعني تريد أن تغزو مكة والمدينة يا المشرفاوي؟ إن شاء الله سندخل إلى السعودية ونسحق الوهابية. طيب، بأقدام المجاهدين بقوة الله. طيب وتريدون قتل المسلمين يا المشرفاوي؟ يعني أنتم تريدون قتل المسلمين يا المشرفاوي؟ وإن جيش المختار، اسمع اسمع يا نجس، إن جيش المختار بقوة الله وبعزم علي بن أبي طالب سيدخل إلى أراضي السعودية. طيب، وسيسحق رؤوسكم. طيب، بالأقدام. طيب أنا أقول اللهم لا أسأل أن لا يرفع لكم رأي، وأنتم دائما أنتم تعجعجون فقط إن شاء الله. اسمعني بقى اسمعني، سيبك من الهبل اللي في دماغك ده، أنتم لا تستطيع. نجس يا عمري. طيب مش يا المشرفة، وهنا لا أستطيع أن أنا أقول لك يا نرجسي يا ابن كذا يا، وأنت تعرف أني نرجس وممكن أنا أهينك، أنا أستطيع أن أنا أسب. أنت بتقول أنك صائم، صائم إيه بس؟ يعني أنا بكلمك الآن في رمضان، بكلمك الساعة 3 في رمضان يوم 10 رمضان، تتقرب إلى الله بالسب واللعن. شفت الفرق ما بين أهل السنة وطهارة ألسنة أهل السنة؟ أنتم بدأتم بالقتال. طيب طيب، غدا غدا يا المشرفاوي سترى. أنا بس حبيت أن أنا أسترسل معك في الكلام علشان المكالمة هذه مسجلة وسترفع اليوم إلى السنة والشيعة، سيسمعون هذه المكالمة الآن يا المشرفاوي. خلاص 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 خلاص. نعم نعم يا شيخ المشرفاوي، نعم يتفضل. مين اللي يجيب على هذه الاختلافات؟ فائدة الإمام المعصوم الآن الاختلافات الدينية الشيعية في الأصول، تفضل. إحنا اختلاف المراجع الشيعية في النجف وفي باقي العالم، هنا اختلافهم ليس اختلاف نقمة مثل ما تقول، أو شعوذة لو صح التعبير، اختلاف رحمة. منين جبناها إحنا؟ الحديث عن النبي صلوات الله تعالى عليه يقول خلاف أمتي رحمة، خلاف أمتي نور. من هذا الباب فإحنا لكثر المراجع عندنا، بعض المرجع ينطف فتوى الآخر يختلف عنه، ولكن ليس باختلاف البغض والكراهية، بل شنو اختلاف؟ شنو الاستنباط الحكم الشرعي من السنة والقرآن يختلف الرأي عن رأي الآخر. هذا ولا احنا، هذا اللي عارفه. بعد تحب مثلا تنطيني مجال نحدد وقت انا وياك؟ ما في مشكله، ولكن انا بس حبيت اعقب على النقطه اللي حضرتك قلتها، وان شاء الله في اي وقت انا معاك باذن الله. حضرتك قلت اختلاف ليس نقمه ولا شعوذه بل رحمه، بنفس اللفظ قلت كده. طيب اما يخرج علينا مشتبه الشيرازي يقول خامنئي زنديق ملحد كافر، اما يخرج علينا المدرسه شورى الفقهاء يقولون ان الخميني اغتصب مكانه الامام وحق الامام في ولايه الفقيه وخلاه ولايه الفقيه فقط، اما يخرج حسن اللياري يقول ان خامنئي كان بيفعل فيه فعل قوم لوط، اما يخرج وكلاء السيستاني يكفروا محمد فضل الله، اما يخرج الصرخي ويقول السيستاني ابن متعه، يعني ما بيشتمهوش، بيقول معاه ادله على ذلك، فهل هذه رحمه يا شيخ ولا شعوذه؟ حلو حلو، لا هذا شعوذ. ان كان هذا الكلام وارد من هؤلاء الذين ذكرت اسماءهم فهذا شعوذة، وهذا الإسلام لو إن كان أعظم مرجع بالشيعة فهذا مرفوض، ما ينقبل هذا. طيب. إن كان الكلام بما تحدثت به سماحة الشيخ رامي عيسى المحترم حبيبي وصديقي
هسه يقول شعجب شيخ الخطيب حبيبي صلي. لا بأس. نحن بص يا شيخ، بص يا شيخ الخطيب المشرفاوي، شوف انت اول حاجه ثبتني بامي، وبعدين ثبت في ابي رحمه الله، وقلت لا انت قذر انت وسخ، وانا ان شاء الله هحط التسجيلين مع بعض باذن الله تبارك وتعالى، تسجيلك ده والتسجيل السب يعني. بس اقول لك على حاجه يا شيخ المشرفه، وانا عايز حضرتك تنتبه ليها جدا، نحن اهل السنه والجماعه ارفق الناس بالناس، ارفق الخلق بالخلق. فانا عن نفسي والله ما في دماغي ونسيت سبك ليا وما شابه ذلك، انا اهم شيء عندي ان انا اوصل لك الحق. بس السب ده عادي يعني، احنا اخذنا على كده بنسب دائما، لكن نحن اقسم برب الكعبه اننا ارفق بكم من انفسكم، واننا ورب الكعبه نتمنى لكم الجنه ولا نتمنى لكم النار. انت ما سبتني ولعنتني وقلت لي انت يهودي وقذر واسرائيل وما شابه ذلك، وانا اقسم برب الكعبه اني اتمنى لك الجنه يا الخطيب المشرفه، لان احنا ما خلقنا من اجل ان نكون في حرب او ما شابه ذلك. نعم نعم نعم. المفروض احنا من عندنا احنا كاسلام، كاسلام لابد ان نتكاتف ضد اليهود والمجوس، هذا صحيح. ان شاء الله. هذا لابد ان طيب. لازم القران القران. انت عندك سؤال شيء؟ عندك سؤال سماحه الخطيب المشرفوي؟ والله عندي سؤال. تفضل. اذا تحب نتحاور انا وياك محاوره اخويه ودينيه، نستفاد بعضنا ونستفيد الناس، هذا الشرف ان شاء الله. إيه حدد لي الوقت وارسل لي رساله وانت معك رقم الواتس. مو وقت، مو وقت. أعلى. انا وياك على طول، انا وياك على يوميه ان شاء الله. لا يوميا بصراحه لا لا استطيع لكثره انشغالاتي والله. لكن انا اشرف بيك ان شاء الله. انت عندك رقم الواتس عندي، ان احببت في اي وقت حوار او عندك استفسار كلمني فيه ان شاء الله. زين اريد اسالك سؤال هسه، خلينا نطلع منين، نطلع من الكتب ونطلع من المسائل. تفضل. بس جاوبني صراحه ان شاء الله من الصليب. تفضل. ايش اللي خلاك تخابرني بعد ما ذيك المحادثه انا وياك؟ اللي خلاني أخابرك بعد سبك وطعنك وما شابه ذلك، أخابرك مرة أخرى الآن، لأني أتمنى لك الجنة. سيدنا نوح عليه السلام يا الخطيب المشرفاوي كان يذهب يدعو قومه ليل نهار، وإني كلما دعوتهم اللي يحصل، جعلوا أصابعهم في أذانهم، وضعوا أصابعهم واستغشوا ثيابهم، وضعوا ثيابهم على وجوههم، وأصروا واستكبروا استكبارا، كان كل ما يدعوهم ينفروا. كان يذهب إليهم ليل ونهار، قيل إن كان بيذهب إليهم بالنهار حتى لا يكونون في الليل يعني نائمون أو شيء، وكان يذهب لهم بالليل حتى لا يكونوا يقولون إحنا كنا منشغلين في النهار بالعمل أو بالدوام أو ما شابه ذلك. فكان بيذهب وظل 950 عام، ومع ذلك قال الله تبارك وتعالى وما آمن معه إلا قليل. فنحن بنحاول إن إحنا نفعل كما كان يفعل هؤلاء الأنبياء، لأنهم قدوتنا، والله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم فبهدهم اقتدي، فنحن بنحاول نقتدي بهم. فمن أجل ذلك أنا أتصل عليك مرة واثنين، حتى لو سبيت حتى لو فعلت، لأني أتمنى لك الجنة لك ولمن خلفك. أشكرك أشكرك، وأنا أقدم اعتذاري إليك يا حبيبي ومعلمي رامي عيسى. الله يشرح صدورنا للحق ويوفقنا وإياك. نعم وقع الشيطان بيننا وحدث ما حدث يعني. الحمد لله، لعله خير إن شاء الله. لا هو خير، لان صرنا من 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 المعركه الى حبايب واصدقاء ان شاء الله. وعندك رقم الواتس ان احببت التواصل في اي وقت ان شاء الله. شيخ مصطفى حبيبي انا اتشرف، وسامحني وبريد الذمه ارجوك. حياك. انا مو بريد الذمه لكل مسلم طعن في او اساء الي، فانا اشعر ان مو بريد الذمه لكل مسلم. نبقى اخوه واصدقاء ونبقى بالاخوان، لان القران جمعنا والنبي صلوات الله عليه يجمعنا إن شاء الله. يكفيني انت تقول اشهد ان لا اله الا الله وانا اقول اشهد ان لا اله الا الله، اذا احنا الاخوه فرضها الله علينا غصبا علينا، فرض علينا الاخوه. ولذلك انت شنو بعد ما ذيك الكلام المشدد انت خابرت واتصلت، وهذا طبعا هذا انا اعتز بي ان شاء الله. ان شاء الله نشرف بذلك ويكون لنا تواصل ان شاء الله، لان انت صاحب اخلاق وان شاء الله نتواصل ويكون بيناتنا حديث حلو مبارك حتى نستفيد انا وياك ونفيد آخرين إن شاء الله. حتى نوصل لصول الحقيقة إن شاء الله. بس أنا شيء ما عندك شيخ رامي حبيبي، هاي من عندك تنطيني المثل هسه، أنت شو قلت لي؟ قلت لي الشيخ الصرخي شتم فلان. أنا سأكتب لك الآن من عندك لأن أنا عندي اليوم اتصالات، والله عندي هذه الليلة اتصالات وبدأت بك، فإن شاء الله بعد أن أنتهي من الاتصالات إن شاء الله لا نتواصل معكم بإذن الله. كمل كمل اتصالك عين، وتعطيني المصادر وال بإذن الله ورقم الصفحة حتى شنو
حتى انا يكون عندي يقين حتى انه بيشتغل على هذا العمل ان شاء الله يا شيخ. ما شاء الله. شكرا. تحياتي للاخوان للعائله للاخوان المسلمين. شكرا. تحيه الاسلام جميعا. شكرا حبيبي الشيخ الثابي حبيب الشيخ حياتك. شكرا لك. شكرا لك. اهلا ومرحبا حياكم. هذه بس فقط رسالة لجميع من يستمعوا إلي. نحن يا شيعة والله أرفق بكم من المعممين، بل أرفق بكم من أنفسكم ورب الكعبة. والله نحن ما قمنا بعمل هذه الاتصالات وهذه السلاسل ونتعب ونحضر ونخرج من كتبكم ننتظر شيء من أحد، أو منتظرين أن احنا خلاص يبقى انتصرنا عليكم. نحن نريد لكم الجنة ورب الكعبة. أنا أتمنى أن أنتم تفهمون هذه الكلمة، أتمنى أنتم تتدبرون هذه الكلمة. والله يا عوام الشيعة نتمنى لكم النجاة. احنا والله بنسعد، انا او اي احد بيعلق على القناة او من اهل السنة بنسعد ما بيأتي احد الاخوة المهتدين ويرسل لنا تسجيل مقطع بهدايته. جميعنا بنسعد لذلك. هذا المعمم يعني لعل اضع لكم رابط سبه في الاول، سب في وانت قذر وانت وسخ وانت، وسب في اهلي وسب في لا اكثر من اتصال معي كان كله سب. ما ذلك اتصلنا عليه مرة اخرى ولم نرد عليه الاساءة بالاساءة. ونتمنى لكم نجاة. وأنا أشهد الله مسلم، انتبه، أشهد الله أني مسامح لكل مسلم طعن أو سب، أو لا أنتظر حتى يكون لي إبرئني الذمة. وأما هؤلاء المعممين فإن تابوا مما هم عليه من هذه العقائد فنحن نسامحهم لله. نسأل الله عزيزم أن يهدي هذا المعمم وغيره من الشيعة.